Thank you, right? Bravo and Monty Brown Point, and have a good day. حيا الله الجميع، معكم كابتن اياد. للشباب اللي حابين ان شاء الله في المستقبل يدرسوا طيران في امريكا، في شغله اسمها موافقه وزاره النقل والمواصلات اللي هي TSA approval. بالنسبه لموافقه وزاره النقل والمواصلات، كل شخص حاب يدرس طيران في امريكا اذا كان غير مواطن امريكي، حتى لو كان مقيم دائم في امريكا، لازم يقدم على موافقه TSA. هي عبارة عن application بطلب منك معلوماتك، بطلب منك وثائق عنك، الفيزا، القبول، المعلومات آخر 5 سنين وين سكنت فيها. بناء على المعلومات اللي بتعطيهم إياها، هم بيسووا الباكجراوند تشيك، يتأكدوا أن أنت قانوني في البلد، يتأكدوا أن أنت لا تشكل خطر أو تهديد على أمن القومي، وأنه ما عندك إشكالية لو تطير على طائرات في المجال الجوي الأمريكي. هي البروسيس تقريبا، الابليكيشن تاخذ تقريبا 10 دقائق ربع ساعه عشان تعبيها، وبتدفع رسومها اللي هي $130. ولازم نعرف انه احنا كل رخصه حدرس فيها طيران في امريكا لازم اقدم لها TSA، يعني رخصه الطيران الخاص حقدم لها TSA، رخصه الطيران التجاري حقدم لها TSA، الانسترومنت حقدم لها TSA. هلا TSA بروسيس تاخذ تقريبا من اسبوع الى 4 اسابيع، ومع الكورونا لقينا احيانا كمان ابليكيشنز بتاخذ وقت اكثر. وحسب، في مدارس بتخليك تقدم على TSA قبل ما تيجي على أمريكا، بحيث أنه أنت تستفيد من وقتك وتحاول تقلل مدة الانتظار للTSA. في مدارس بتستناك لغاية ما تيجي لأمريكا، وبعد ما تيجي لأمريكا تسوي TSA. لازم تعرفوا أنه أنت من غير موافقة TSA ما بتقدر تطير غير رحلة واحدة، اللي هي familiarization، اللي هي الرحلة الاستكشافية، وبتقدر تأخذ الجراوند سكول، بس ما بتقدر تطير طيران أكثر من هيك. ولازم نعرف شغله، انه انا ما بقدر اقدم على TSA غير لما يكون عندي فيزا على الجواز. فعشان هيك انا بنصح الى كل شخص حاب يدرس طيران في امريكا وماشي بالبروسس تاعت التسجيل في الاكاديميه، وماشي بالبروسس تاعت التقديم على تاشيره السفر، تواصل مع مدرستك ورتب معاهم عشان تقدم على TSA. اذا انت حصلت على تاشيره السفر، على طول قدم على TSA عشان تكسب شويه وقت. هلا في خطوه معينه اللي هي التبصيم لازم تسويها بس توصل امريكا، بس انت على الاقل لما تقدم على TSA من قبل ما تيجي على امريكا، بتختصر تقريبا نص وقت الانتظار هذا، بحيث انك انت ان شاء الله تيجي وعلى طول تقدر من خلال اول اسبوع 10 ايام تبدا طيران وتبدا تريننج، ما تقعد تستنى موافقات. انا تقريبا حسب خبرتي، والله لليوم انا ما في حياتي جاني احد انرفض من TSA. يعني 99% من الحالات بتوافق عليها، سبحان الله، إلا اللي اسمه بتشابه بأسماء ناس عندهم مشاكل، إلا اللي عندهم مشاكل في البلد، عندهم مشاكل سابقة في البلد، جوا أمريكا مثلا قبل 5 سنين 10 سنين وكان عندهم مشاكل في البلد، هدول ممكن يجيهم رفض عليها. لكن بشكل عام تقريبا 90% 99% حيتوافق عليكم. هلأ هذه هي TSA. هلأ هذه أي شخص بقدم على TSA بمر بالليفل الأولى تاعت التشيك اب تاعت الحكومة. في ناس معينين اللي بتطابق أسمائهم مع أسماء ناس كان عندها إشكاليات، أو اللي كان عنده إشكاليات بيروح على ليفل جديدة من التحققات اسمها STA Security Threat Assessment. هون بيكونوا يعني الحكومة الأمريكية أو هي الطيران المدني حست إنه لا، خلينا نسوي background check أو تحقيقات زيادة بخلفية الشخص هذا. وبرضه تقريبا 90% من الناس اللي طبق عليهم STA اتوافقوا بعد ما تحقق فيهم وتحققوا بالباك جراوند وخلفيتهم، واكتشفوا انه مثلا مو هم الاشخاص او في تشابه اسماء او اشي زي هيك. فتذكر، اذا انت بالبروسيس الان عم بتسجل مع مدرسه الطيران، او حصلت القبول على القبول ومرحله انه انت عم بتقدم على السفاره، فخليك على تواصل مع مدرستك عشان تقدم على TSA. مجرد ما طلعت الفيزا على الجواز، قدم على TSA وابدا اكسب وقتك، عشان اول ما توصل هناك ان شاء الله ما يكون عندك اي تاخير. كالعاده يعطيكم العافيه، وما نستغني عن دعمكم لقناتنا على اليوتيوب وحساباتنا على السوشيال ميديا، وبرضه لزيارتكم لمواقع عالم الطيران. موفقين ان شاء الله.